آثار مزيفة. القصة قديمة ومشكلة معروفة بين تجار الآثار، لكن يا جماعة المسألة تكون بين الدول، فهذه بصراحة فضيحة. القصة هي أنه أمريكا قررت إعادة آثار رومانية لبلد المنشأ. نتحدث هنا عن لبنان، ونتحدث بالتحديد عن ألواح فسيفساء. أمريكا أعادت القطع والجميع رحب، وأخيراً آثار بترجع لبلدها. تخيلوا متحف واحد في برلين فيه 80,000 قطعة آثار مصرية. ما علينا، خلينا نرجع لقصة آثار لبنان. وصلت القطع، فجأة بدأت اتهامات وجهها أكاديميين أوروبيين بيقولوا، والكلام هنا لصحيفة الجارديان، إنه 8 من أصل 9 ألواح أرسلتها الولايات المتحدة مزيفة بشكل واضح، بل ومن السهل جداً اكتشاف تزييفها. ببساطة لأنها نسخ عن قطع فسيفساء شهيرة يعشق السياح تصويرها، وصورها تملأ الإنترنت. التصميمات الأصلية موجودة في صقلية وتونس والجزائر وتركيا. الآن إذا ثبتت صحة هذا الكلام، سيكون الأمر محرج جداً، خصوصاً لمكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن في نيويورك، لأنه هو الذي أعلن في سبتمبر إعادة الآثار إلى لبنان.